إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدينا شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا منطقة الرحمة، ولاد أحمد واحد. هاد الساكنة اللي أمامنا هنا هذه 7 سنوات منذ 2016، منذ القدوم ديالهم من هذه المنطقة دي وتحولوا من المدينة قديمة، جاو لهنا لهذه المنطقة هذه على أساس أنه غيلقاو فيها كل الخدمات ديال القرب موجودة. فتم الوعد ديالهم على أساس أنهم ملي يلاه سكنوا هذه 7 سنوات، لا زالت الوعود حبر على ورق. كارثة، عديد من الأمور اللي هاد الناس كيعانيوا. هاد الساكنة هادو كنتمنى أنكم تبقاو معنا وتبارطاجيو هاد المباشر، علاش؟ باش يوصل للمسؤولين. لعل لعل ديك ديك لعل راك عارفين، لعل لعل وعسى تكون شي اذان صغير لتصمت لهاد الناس هادو. كنتمنى انكم تبقاو معنا مشاهدينا اوفياء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خويا شنو اللي وقع خويا عزيز؟ خويا عندنا الكادر خويا شويه. شنو اللي وقع خويا عزيز؟ اللي وقع دابا راه عندنا تيقولوا هما مؤسسه القرب، احنا ما عندناش مؤسسه القرب في هذه المنطقه نهائيا. عاود لينا ملي جابوكم بعد المدينه. ملي جابونا كنتوا ساكنين كيفاش؟ ملي كنا ساكنين في المدينه كان كل شيء قريب لينا. طاكسي حمار تتشدو ب 8 دراهم تيوصلك البلاصه، اولا ممكن تمشي على رجليك وتقضي الغراض وتجي. كل شيء كان قريب. حولونا هنايا ما كاين والو، بغيتي تقاليزي الورقه خصك تمشي ليها 100 كيلومتر في 80. هنا كاينه القياده، وحنا تنقولوا دار الخليفه القياده هي فيها اتساع، على الاقل يديروا فيها الكاليزاسيون قريب لنا. يعني كتمحنوا تنتمحنوا تتمشي تما خصك تبقى تستنى نهار كامل. شحال تقريبا بعيده منكم الكاليزاسيون؟ وراه بعيده منا اش نقول لك 3 كيلومتر 4 كيلومتر هنا في 80 فوت المشروع عليه. يعني ولا بغيت تمشي لافاش كتمشي ولا مثلا؟ تنمشيو في الكراول. الكراول؟ في الكراول. وإلا مشيت تما خصك تبقى شاد النوبة، تجيك 36 تجيك 40 وبقى تسنى تماك النهار كامل. وهنا غدا الخفاء فيها اتساع يقربوا لنا الكاليزاسيون. أي حاجة تلقاها قريبة بعدك. الطوبيس ما كاينش، ها هو ما كاينش، هذه 7 سنين البنية التحتية ما كايناش. هاد الطريق اللي تيقولوا غادي يصوبوا لحد الآن طبطوا ما صوبوهاش. كاين الطوبيس دابا كيمشي حتى سيدي الحاج كيمشي بوسط. ايوا حنا في هذا الفتح ربعه، حنا الفتح ربعه الدور ولاد احمد. يعني بغيت نقول لك زعما بغيت نقول لك الدار البيضاء قرب، يعني مثلا اذا تكلمت على السونتر فيل. اي راك اقرب. اي كنا ساكنين في قلب الدار البيضاء كلشي قريب لينا. دابا غير قلت لك انا مثلا، يعني انتوما دابا من السونتر فيل اقرب من السونتر فيل اذا تكلمتي لي على دار بوعلى دار. اي سكوره صالح، يعني انتوما قراب هنا، علاش ما داش لكم النقل؟ ما لحد الان هاد المسؤولين خصنا على الاقل مجلس المدينه، مجلس المدينه حتى هو يشوف يختار. وخاطر هاد السيد نسمعو، حتى واش خليك معايا عطيني هاد السيد نسمعو واش يقول لنا. السلام عليكم. عليكم السلام خويا. هاد المنطقه شويه مهمشه هنايا، هاد شويه مهمشه تقريبا. هاد الناس اللي جاوا قبل تقريبا في هاد المده ديال 2016 وهذا، يعني الطوبيس ما كاينش، كاين العيالات خدامين تقريبا، كاين اللي خدامه في نقولوا في السالميه مثلا، كاين اللي خدامه مثلا في عين الشوق، كاين اللي خدامه في مديونه. ترونسبور هنا ما كاينش، طوبيس ما كاينش، كتهود اللي راه خص هذا الانسان اللي بغى يهود باش يشد عير الطوبيس هنا لتحت المشروع تقريبا، خاصك كرويله وخاصك تنوض بكري. كيجيو بعض الطاكسيات كيدخلوا هنا لفتح ربعه هنا في ولاد عمو، ولكن قلال الصباح كيكونوا مع ديك 6 الصباح، اما 7 8 ما غاديش تلقاهم نهائيا. يعني اللي ما عندوش اش غنقول لك، القضيه صعيبه، ما يمكنش يعيش هنا، ما يمكنش. السبيطار راه بعيد، السبيطار دابا لا مرضت، دابا لا شي مراه والده ولا شي حاجه، فين غتمشي؟ كيمشيو لدار بوعزه. انا مرضت مشيت لدار بوعزه. كيمشيو لدار بوعزه، كيمشيو لدار بوعزه، كيمشيو لدار بوعزه. عطاوني ورقه قال لك تمشي للسبيطار في درب الخير في عين الشوق باش ندير شي حاجه. من هنا مشيت لعين الشوق. انت قلتي مرضتي مشيتي لدار بوعزه. حتى لدار بوعزه مشيت هنا، خدت ورقه من هنايا قالت لك سير للطماريس، مشيت للطماريس لدار بوعزه خدت ورقه وما نعتونيش كاع فين كاين. قال لك سير لسبيطار المنظر العام، من المنظر العام صيفطوني للجمعه، سبيطار الجمعه، من سبيطار الجمعه عاد واحد الطبيبه وهي تقول لي غادي تمشي لعين الشق في درب الخير، تماك غادي دير التحليله وشد السيرفيس. خصك دابا وليت تمشي للمدينه نبات ونفيق مع 5 الصباح باش نمشي لهذا السبيطار هذا، وانا هنا فوق
انا ساكن هنا في دوار ولاد احمد واحد في الفتح 4، كاينه الولفه هنا قريب، علاش ما يديروش واحد اختصاصيه؟ حي الحسني قريب على الاقل، طاكسي احمر ما مدخلينوش. تيقول لك الحضر التقسيمه دابا واش سخط الله على هاد المواطنين واقيلا هما اللي كيتعذبوا؟ واش شكون فين هو التقسيم؟ ما كاينش تقسيم، على الاقل يدخلوها اما العماله انفا ولا عماله حي الحسني ويدخلوا لنا طاكسيات حمرين على الاقل. والبنيه التحتيه ما كاين، ما كاينش طاكسيات المحل، حتى المشروع ما كاين. يعني من القنطره لهنا راك انت في جزيره. جزيرة الوقت. ها، بحال ذاك الفيلم ديال لو بابيون شدوا لاحوه في جزيرة داير به غير البحر. واخا دابا الوعود اللي كانت عندكم لهاد الناس اللي كنتم انتم باش يلاه سكنتوا، الوعود اللي كانت عندكم كانت عندكم قالوا لكم غتكون خدمة القور، غتكون غتكون وي كلشي ما كاين منه والو. راه الناس اللي شاريين كاع اللي شراو هما بالفلوس، راه حطوا لهم غير البلان، كاين الشانطي هنا انتم هنا راه ما لقاو والو، مساكن الترامواي ما لقاو والو نهائيا. الناس راه كاين اللي هنا باغي يبيع، يعني الناس ولات باغا تبيع، باغا تبيع الناس. لا حول ولا قوة، راه كاين اللي باعها ب 16 مليون شاب حالاته، يعني الناس هربوا هربوا. يعني الفتح 4 مهمش بزاف، على الاقل دابا تنطلبوا لهم غير تحت الوي دار حتى البوليس مساكن تيتمحلوا، الا جاوا بالطوموبيل هنا تيدخلوا البيس تيتمحنوا. دابا كما قلتي الا بغاو يتبعوا شي مجرم واش غيديروا؟ كيديروا مساكن نقولوا ها هو لا طوموبيل لا هو في حاله وقعت ليه مسكين شي اكسيدون، هو مشى بحالاته. علاش؟ علاش ما تكونش الطريق ناضيه مصوبين هاي بتروبه يصوبوا هاد هي؟ الطريق عندكم راه كلها حفار. كل ها راه خصك تصورها وتشوفها كامله. كلها حفار كلها. وهاد الايامات راه جا العميل هنا فتح شي جمعيه هنا ولا ما عرفتش شنا هي وداز من هنا، تنتمناو حتى من العميل يحرك الدوسي. دابا العامل جا هنا. جا هنايا في هاد الجمعيه. واخا ملي جا هاد الطريق شافها. وراه شافها وراه داز منها. تنتمناو حتى هو يحرك الدوسي هذا ديال هاد الطريق. تنتمناو ونطلبوه يحرك هاد الدوسي. ها؟ حسب على ضربوا عزاز النواصر. بغيت نعرف، بغيت نعرف هاد دخل عندي الكادر نزول. دابا بغيت نعرف هاد الجامعة ديال ضربوا عزاز كلها كوارث. هاد الجامعة ديال ضربوا عزاز بغيت غير شي حاجة اللي نمشي ليها في شي بلاصة اللي تابعة لمنطقة ضربوا عزاز ونسمع فيها الله يعمر دار وهاد الناس راه بخير، كاينها الكوارث. كاين والو. على الكوارث. ما فهمتش واش هاد هاد المنتخبين في الضرب وعزه واش ما كتمش المحاسبه ديالهم على هاد؟ حيت انا كنقول لك انا جميع، شوف جميع المناطق التابعه التراب التراب او ترابيه التابعه جماعه الضرب وعزه كلها طريق كارثيه، كل ما تحمل الكلمه معنى، لا بنيه تحتيه لا سائل وتطهير لا حتى شي حاجه، حتى شي حاجه لا طرقان لا حتى شي حاجه، حتى شي حاجه اللي كتفرح ما كايناش. ما كايناش رب اللي بغى يجي سيدنا عاد صبغوا عاد داروا الشجر ناض في دقيقه والصباغه وكل شيء. علاش هادشي؟ علاش هنا ما يكونش حتى هو يبطروا بهذا الطريق؟ الطريق مزيانه تتخرج بزاف الاتجاهات، تتخرج للطريق مراكش، كاين واحد تتخرج للطريق الرباط كيقولوا كانت واقيلا البلان ديالها تقريبا هذه ديال كتخرج 16 للزوبر تقريبا طريق كبيره وكاينه كيقولوا تقريبا راه من 92 فاش كان و92 بقات هنا التماطول غادي يجي هذا العام يديروها العام الجاي، هذا العام اللي فات في تقريبا هذه شي عامين دابا هذا العام العام الثاني كان جاو داروا تجهيل حطوا البلاكات تما ايوا بداو خدامين شويه ضربوا واحد ثلاث شهور ضربوا التراب وداك الشيء وزادوا في حالهم، قال لك الشركه ما بقاتش شداتها راه مشات باقي التماطول عليها دابا. ها هي الطريق دابا اللي كتخرج هي اللي غادي يكون فيها الطوبيس وهي اللي تقريبا هي اللي غتفك المشكل كاع ديال على البحر وعلى حد السوالم تربط تكون طريق هي اللي جهه وجهه وتنفس هي دابا باقيها هما التماطول هنايا الانتخابات راه حطوا البلاكه. دابا على السؤال انا ماشي ضد هذا التقسيم ولكن انتم بالنسبه لكم انتم جغرافيا قرب من الحي الحسني قرب من المولفه على ضرب على ضرب عزه هذا هو المشكل وهذا الدليل هو انت دابا لاحظوا هي الدنيا هنا مهموله ومهمشه مهمشه حتى الجامعه ما كتخدمش هنا الخدمه ما كايناش هنا كاينه على البحر اسمع كاينه الاستثمار كيخدموا على البحر على البحر شوف الواجهه الواجهه كما كنقول البلاصه مدرقه لا سيرفاس باينه كاع دوك لي سيرفاس اللي كاينين مثلا الواجهات الكبرى ولا هادي راه ما فيها
لان كاينه الكامله تما ما نقول لك انا الماء. هنا انا ما فهمتش واش هاد الساكنه هادو مساكن واش ماشي من حقهم انهم يعيشوا بحال دابا كنقولوا النقل ما كاينش. راه هو هذه راه مسؤوليه كذلك حتى مجلس المدينه. مجلس المدينه هو مسؤول. مسؤول. لانه باش تقول لي انا مثلا الطوبيس كيمشي حتى لولاد صالح. مع احترام للناس بالطبيعة جميع الاماكن. جميع الاماكن. غير كنقول الطوبيس كيمشي حتى لولاد صالح. الطوبيس كيمشي سيدي رحال. حتى سيدي رحال. ياك انا شتو انا البارح كنت تما طوبيس واحد 300 واحد بالي تما لا كيمشي على طريق البحر الدوره ديال حد السوالم تما وطوبيس 307 كيمشي حتى لولاد صالح والفتحه اللي قريب اذا هنا اللي قريب اللي قريب تقريبا واحد 17 اولا شحال من كيلومتر تقريبا شي 17 كيلومتر تقريبا ما عرفتش اشنو الواقع والله ما فهمت المسؤولين ديال المنطقه غتنفس دابا على الطريق الثانيه وتخرج للسيال الحي الحسني طريق الرباط طريق مراكش بوسكوره من هنا بالي حتى الفجر الفجر حداكم الفجر ها هو تا هو غادي ينزلوا عرفتي على طريق كي دايره دابا شي غير داك الربط اللي غيربط ما بيناتكم نتوما وما بين الفجر وطريق اللي ساسفه من جهه اخرى راه غادي يعطي واحد المتنفس كما قلنا الطريق الجديده الطريق اللي ساسفه الجديده غينفس عليها حيت هاد الطريق كبيره اللي كنتشنا غينفس عليها بزاف مثلا اللي جاي من هنا من جهه الرحمه من الفوق اللي غادي يخرج مثلا البحر يخرج على الشقه من جهه مصر ودوز حالات هنا يعني ما يحتاجش انه يدخل حتى الحي الحسن وحنا مثلا حنا دابا تنواجهوا كاس العالم واخا كاس العالم بالجناب ديال الدار البيضاء راه خصها تكون انظف الجناب ديال الدار البيضاء خصها تكون نظيفه اكثر دابا المدينة تهملت واحد المهم تهملت مول الصخا شارع محمد الخامس ما بقيتيش تقدر تدوز منه كان يحصر شارع محمد الخامس تريح فيه واخا نخلو هذوك كما قلتي هذوك اهلهم كادرى بشعبات شوف دابا كتوم هذاك الجيل الزمن الجميل سينما فوكس سينما لابولو باب كبير كان خليتي انت قلتي لي حيدوكم من الحفره جابوكم فوت حفره جوج حفره متموره 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 كما كيقولوا راه شروا البليات راه قوت لهم كتضحك راه هي اللي واقعه دابا دابا انتوما باش كطالبوا انتوما حنا تنطالبوا بترونسبور ومؤسسات القرب بحال الكاليزاسيون تكون هنا في دار الخليفه قريبه السبيطار ما يبقاوش يصيفطوا عباد الله مثلا اللي مريض باغي يدير تحليله على الصدر ولا مريض بالسول الله يحفظ ولا يمشي حتى لدرب الخير في عين الشوق علاش ما يكونش ليه قريب هنا اختصاصي علاش ما تكونش واحد لومبيلونس هنا في هذا السبيطار خدامه ليل ونهار حتى الا مرض شي واحد دابا مشكل الا مرض شي واحد انا تنعرف السيد دامرة بالليل باش تولد دار السبيطار ديال الحي الحسني هو مسكين راه في الطالية الله يذكره بالخير بالليل دام كاين السبيطار سمعت بانكم كتوجدوا شي عريضه باغي ديروا شي احتجاجات مثلا بالنسبه لهذا الشيء هذا باش تهضروا على حقكم ايوا ضروري الناس راه دابا ضروا كل شيء باغي يخرج كل شيء باغي يخرج يغوت ويغوت هذا الشيء المشاكل اللي واقعه احنا قال لك خصنا نهضروا على حقنا قال لك تقهرنا تقهرنا حتى واحد ما تيتسلط لك ما كيجيوش يشوفوا كاع حتى المنتخبين ما كاينش هنا فينا ما كاينش ما كاينش راه الناس هنا ما كيعرفوهمش اصلا هادو اللي انتخبوا مشاو هادو والله ما كيعرفوهم هنا المنطقه السبيطار هنا خصها تكون فيه واحد لومبيلونس خدامه ليل ونهار المدارس والو المدارس فين اكتظاظ كاين القرب والو اكتظاظ ملاعب القرب والو والو لا جرده لا والو جرده العيالات فين غادي يخرجوا اما العيالات هنا جالسين هنا في الجنب العيالات اما جالسين هنا تيلعبوا يعني كون خلاوكم في البلاصه اللي كتبوها نمشيو بعدا لكازا بلونكيز نمشيو للباك اللي كنا تنمشيو نلعبوا فيه وحنا صغار كازا بلونكيز مهلوها حتى هي كاع مشات هذيك كازا بلونكيز يا حسره على كازا بلونكيز واخا ان شاء الله الرساله توصل ان شاء الله واكيد كنتمناو انه يتم مشاركه هذا المقطع باش يوصل للمسؤولين باش يعرفوا بان هذه المنطقه ديال ولاد احمد واحد الرحمه احمد واحد الناس راه كتعاني وهاد المنتخبين راه ما كاينينش ما كيجي ما كيسميه ما كيعرفوش كاع ما كاينينش ما كاينينش ما كاينينش لهذا فكنتمناو انه السيد العامل ممثل صاحب الجلاله الله يخليه من واصر فكنتمناو انه يكون هو ديك اليد من الحديد كما كنقولوا باش يضرب على يدين هاد الناس هادو لانه هاد المنتخبين راه بان لي ريحوا وكانوا شربوا ونعسوا وعجبهم البركه اش خلى هذاك عجباتهم البركه فكنتمنى اللي بغى يخدم مرحبا اللي ما بغاش يخدم يمشي يحل السوارج ويمشي يقلب على ما يدير شي حاجه اخرى حنا كما تنقول تنتمناو هاد العامل يحرك هاد الطريق باسرع وقت تخدم ويجيبوا ويهضر مع المجلس المدينه يجيبوا لنا ترونسبور انا ناقصني ترونسبور العيالات مع الصباح راه مساكنه غير واقفين
الطاكسي مول الطاكسي تيخدم على خاطره ماشي مخدموش واحد، يمشي يتقهوى الوقت اللي جا ما عنده غرض، ولكن هذاك السيد اللي خدام مسكين عنده واحد الوقت، إلا ما دخلش في هذاك الوقت غادي يقول لي سير الله يعاون عون، راه الناس هنا ما تتخلصش طريطة، تقارات، راك اللي عنده 34000 ريال، 27000 ريال، 26، ما كاينش اللي تيخلص طريطة هنا نهائيا، لأن تقهروا صافي. واخا تمنى خويا رسالتكم خلاص، إذا ما بقى لنا إلا ندعوكم على أمل اللقاء بكم، على أمل أننا كذلك غادي نتبعوا هذا الملف ديال الساكنة هنايا. اكيد باش هما كيطالبوا بواحد الحاجه اللي هي مشروعه، كيقول لك اودي حنا بغينا غير ترونسبور، نكونوا بحالنا بحال الناس ماشي احسن من الناس، حنا بحالنا بحال الناس، ترونسبور تكون عندنا طريقة حنا نكونوا نحسوا بالادميه ديالنا، نحسوا بالانسانيه ديالنا، نحسوا باننا كنعيشوا في الدار البيضاء الذكيه، نحسوا باننا عايشين في 2023 ماشي بحال حاليا عايشين بحال حتى الباديه، عيب نقارنوا الباديه بهذه البلاصه اللي فيها هما، لا مجال للمقارنه، لان الباديه الان اصبحت عندها مواصفات، اصبحت عندها واحد المميزات، اصبحت عندها واحد الصبغه ديالها، واحد الطابع ديالها جميل. اذا ما بقى لي الا نودعكم على امل اللقاء بكم. تنتمنى من العامل الله يستر عليه يعطي واحد الامر الليغاليزاسيون تكون قريبه هنا لينا في القياده ان شاء الله كما نقولوا دار الخليفه. اذا ما بقى لي الا نودعكم على امل اللقاء بكم، بث مباشر اخر، مصطفى القرناوي من طاقم شوف تي في يحييكم، الى اللقاء.